تابعي معكم بمحطاتنا، وهلأ رح نتوقف مع كتابنا لليوم. وكتابنا لليوم هو بعنوان The Fall of Arthur، أو سقوط آرثر، الملك آرثر، الملك الأسطوري، بطل إنجلترا الأسطوري، اللي بتحكي أو بيحكي روايته كاتب بريطاني كتب الرواية من حوالي 80 سنة وبقيت مثل ما هي، واللي هو جي آر آر تولكين. هالكاتب وقتها بقيت روايته مضبوبة بالأدراج لغاية ما ابنه كريستوفر حاب يرجع ينشرها ويطلعها إلى العلن. يذكر هالثلاث روايات اللي هن معمولين بطريقة رائعة وبشكل كتير حلو، بيحكوا عن قصة آرثر، الملك آرثر، اللي مرق بمشاكل كتيرة وكان عم بيعاني كتير أكيد بمواجهاته مع الثوار ومع الجماعات المسلحة، وأيضا اللي قضى كتير وقتها بشكل بطريقة نفسية، كان عم يمرق بمشاكل نفسية من بعد علاقة زوجته غوينيفير مع لانسلوت، وهو أحد النايتس تبعوله أو أحد الفرسان. وكلنا بنتذكر هيدا الشيء كمان بفيلم فيرست نايت وقتها مع شون كونري وأيضا الممثل ريتشارد جير، وقت اللي دخل عليه وشافه يقبل زوجته غوينيفير اللي كانت عم تلعب دورها وقتها جوليا أوربوند، وقال له يو ار كشينج ماي وايف لانسلوت، هيك بيقولها شون كونري. وانا حبيت بس انقلها مثل ما ذكرها. رح نتابع محطاتنا، زينة معنا واجندة. صباح الخير. بونجور زينة، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله كيف بخير. انا صرت احسن الحمد لله. الحمد لله. وبدي اكيد احيي كل المشاهدين تحيه كثير كبيره من كل قلبي لكل اللي عم يتابعونا وين ما كان بلبنان والعالم. اهلا وسهلا فيكي. يعني غيدة بتعرفي اجندا البرنامج الاسبوعي عبر شاشه تلفزيون مستقبل كل اربعاء الساعه 11 بتوقيت بيروت، كمان ضمن عالم الصباح مثل العاده، يعني مثل كل سنه هيدي للسنه الثانيه اجندا من خلال شهر رمضان المبارك بيوقف، ولكن فقراتنا بعالم الصباح فقرة أجندة راح تكمل كل خميس. الوقت بعد مش كتير يعني محدد اكزاكتلي ايمتى بيكون وقت أجندة بعالم الصباح، ولكن أكيد بنخلي المشاهدين على علم بالوقت وبحتى المواضيع يلي كمان راح نتطرق لها، لأنه عالم الصباح إن شاء الله راح يصير أطول برمضان. صحيح. لساعة 1:30 بتوقيت بيروت، يعني ترقبونا، صار عندكم وقت أطول تستمتعوا بالأطباق الشهية للشفية اللي معنا بالستوديو. أكيد، وكل الفقرات اللي كمان خاصة بالشهر المبارك. عقول غيدة، اليوم رح يكون في افتتاح معرض بجاليري إكسود بالأشرفية، معرض تحت عنوان Embracing Talents لسبعة من الفنانين المعروفين بلبنان. اليوم افتتاح الساعة 6، يعني بندعي كل المشاهدين يلي بهمون يعرفوا هيك أو يعني يتابعوا أكثر لوحات وفنون على انواعها، كمان فيكم تتوجهوا على جاليري اكسود بالاشرفيه الساعه 6 المساء. المعرض مستمر ل 27 جولاي. نعم. اكيد. وكمان بنتابع مع فلا، مطعم فلا يلي منحيون اكيد ودائما بيدعونا على كل المناسبات والنشاطات يلي بيقوموا فيها. بشهر رمضان المبارك رح يكون يعني بمطعم فلا في سهرات رمضانيه، رح يكون في قدود حلبيه، رح يكون في افطارات يوميه مع عود، ورح يكون في سحور كمان، سحور مع عود. نعم. والافطارات اكيد رح تكون يوميه بمطعم فلا. هون بدنا نحيي استاذ محمد صعب، وبدنا كمان نذكر انه الفنان روني كسار رح يكون موجود كل جمعة والسبت، كمان رح يقدم من خلال سحور قدود حلبية. نعم. ورح نتابع هلأ ونبقى مع افتتاح أميتيست، كنا من فترة صورنا وتابعنا يعني كل الأشياء يلي والنشاطات يلي عم بقوموا فيها فندق الفينيسيا. مؤخرا افتتح أميتيست لاونج بفندق الفينيسيا، ورح نتابع بعد المشاهد. My team, we did a great job, definitely, yes. Tonight, it's a kickoff, you know, of the season. So we were, oh, what are you going to do for the opening party? Oh, well, let's do, you know, a pool party, you know. It's a beach pool party, you know, the feeling of the summer's coming, finally, you know, after the winter. So that's it. So we're recreating, basically, everything we find on a beach in our main pool area. That's it. زينة مثل العادة بلشت صيفية بلبنان، وأكيد بلشت صيفية عنا بفينيسيا.
حبينا هلا ببدايه هالموسم نفتتحها بسهره حلوه بالاماتيست. بتعرفي الاماتيست موجود على الاوتدور بول عندنا بالاوتيل، وحبينا كل الناس يجوا يقضوا معنا سهرات حلوه لانه في عندنا كوكتيلات بتعقد، عندنا دي جي حلو، وهلا كمان رح نحضر كثير انترتيننج بروجرامز رح نخبركم عنها خلال هالموسم. فيكم تعرفوا اكثر اذا بتروحوا على الويب سايت تبع الفينيسيا او اف يو لايك الفيسبوك تبعنا. إذن تابعنا هالروبورتاج بفندق الفينيسا، ورح نتابع أكيد مع أجندا وكل المشاهدين، على أمل دايما بقول هيك يكونوا عم بيتعرفوا أكثر على كل شيء عم بيصير بلبنان، وإن شاء الله دايما هيك الأحوال العامة تساعدنا أكثر ويكون في دايما سلام وخير أكيد للواحد يقدر يستمر ويبقى هيك بقوة وبنشاط وبحيوية. إن شاء الله. رح نتابع هلا مع لقاء صباحي للجمعية اللبنانية العالمية للمرأة، صارت